ها هم بنو زمني وها هو يومهم، ها هم بنو زمني وها هو يومهم، وأنا هنا في راحتي غناء سكبوا على شفتي شهد قلوبهم، حتى إذا ما قلت قيل شفاء وسكبت في عيني ماء عيونهم، لأقول ما قالت لي الزرقاء يوما سيبتكرون أفقا أرحبا، حيث النجوم جميعها جوزاء يوما سيرتجلون دربا أزهرا، تشتق منه الفكرة الغراء يوما سيتقن فجرهم وطن، وتحمل شمسهم راياته الشماء، ها إنها التطبيقية تحيي عرسها، ها إنها التطبيقية تحيي عرسها، ها أنت ولتحيا بك الأرجاء عذرا أبا الناجي، فهذا يومهم أنت الأمين وكلهم أمناء. الأرض حبلى بالبشائر والحمل طال وساعة الميلاد آتية، ومن كفيك تنطلق البشائر، فلتصعد لنعطيك منبرنا العيون وسمعنا، فاصعد وقل وقلوبنا الإصغاء. ومع كلمة رئيس مجلس الأمناء معالي النائب المهندس جمال ناجي الخضري فليتفضل، تحفه عناية الرحمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معالي الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي ضيف الاحتفال، حضرة الأستاذ الدكتور رفعت نعيم رستم رئيس الكلية الجامعية، معالي الأستاذ الدكتور إسماعيل رضوان وزير الأوقاف والشؤون الدينية، الإخوة أعضاء مجلس الأمناء ومجلس الكلية، الأخ الدكتور كمالين شعث رئيس الجامعة الإسلامية، الإخوة والأخوات الضيوف الكرام كل باسمه ولقبه وموقعه، الأهل الآباء والأمهات والإخوة والأخوات للخريجين محتفى بهم من أبنائنا وبناتنا الخريجين والخريجات، أبنائي وبناتي الخريجين والخريجات، أحييكم جميعاً بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم المميز من أيام فلسطين، من أيام الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، في يوم الفرح والسرور، وقبل أن أبدأ الكلمة نوجه التحية باسم هذا الفوج لراعي احتفالات تخريج الفوج الرابع عشر دولة رئيس الوزراء الدكتور إسماعيل هنية. والذي يرسل لكم تحياته وأشواقه وتهانيه الحارة، وبسبب ظروف سفره للخارج لم يستطع أن يكون بيننا،
ووعدنا أن يكون بيننا في أحد أيام القادمة بعد عودته سالماً غانماً بإذن الله تعالى، فله منا كل التحية والتقدير. كما أيضاً نحيي ضيف هذا الاحتفال الأخ الكريم معالي الدكتور أحمد بحر الذي يشاركنا هذه الفرحة الكبرى اليوم، فرحة التخرج. نحيي وفد الأطباء، تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، وفد جنوب أفريقيا، وفد الأطباء الذين قدموا إلى غزة ليجروا عمليات الكلى لأول مرة تجرى هنا على أرض غزة، فلهم منا كل التحية والتقدير. تحية إلى الوفد من أبناء شعبنا وعلى رأسهم الأخ الدكتور محمد أكرم العدلوني الأمين العام لمؤسسة القدس الدولية السابق والذي أسس هذه المؤسسة، تحية له هو ورفاقه الكرام وهم بيننا اليوم، وكونهم من قدموا إلينا وهو من أسس هذه المؤسسة القدس الدولية، تحية لأهلنا ولشعبنا هناك في القدس الصامدين الصابرين المرابطين على هذه الأرض، ونقول لهم نحن معكم هنا في غزة، ومن هذا الفوج نرسل لكم كل التحية والتقدير. ونحيي الأخ معالي وزير الحكم المحلي الدكتور محمد الفرة وكل الموجودين من وزراء، نواب، من وكلاء، من كل مجتمعنا، من إخواننا وأخواتنا وأهل الخريجين مرة أخرى. هذا اليوم مميز، هذا اليوم يوم الوفاء، هذا اليوم يوم العزة، يوم الكرامة، هذا اليوم يوم النجاح، يوم التميز والإبداع، يوم العطاء لكلية العطاء، هذه الكلية العظيمة، الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية والتي ارتقت بعملها وأدائها ودورها وريادتها في مجال العلوم التقنية والتطبيقية، واستطاعت أن تتميز واستطاعت أن ترتقي، وها نحن اليوم نخرج هذا الفوج، الفوج الرابع عشر، والذي أطلقنا عليه اسم فوج الإرادة. سلام عليكم يا أهل المجاري، سلام عليكم يا أهل الإرادة، سلام عليكم يا أهل العزائم، سلام عليكم يا أهل الريادة، سلام عليكم سلام عليكم يا أهل الإرادة، دماؤكم مدادكم في صفحة الحياة، نجاحكم شعاركم في مركب النجاة، دماؤكم مدادكم في صفحة الحياة، نجاحكم شعاركم في مركب النجاة، سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يا أهل الإرادة. أذكر منذ 9 سنوات عندما قررنا أن نعطي هذه الكلية الاستقلالية، بدأت الكلية في الجامعة الإسلامية بغزة ببرامج للدبلوم ضمن عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فكانت الرؤية والقرار أن تكون مؤسسة مستقلة بإدارتها وأعضاء هيئتها التدريسية والأكاديمية مالياً وإدارياً وأكاديمياً عن الجامعة، لتكون نبتة تضيء وتنير الطريق لشعبنا ولأهلنا. فكان القرار
وكان في ذلك الوقت عميد هذه الكلية هو الأستاذ الدكتور رفعت رستم، عاد لها اليوم هنا ليكمل المسيرة وليواصل مسيرة العطاء والعمل والبناء. ثم كان عميداً لها أيضاً الأخ الحبيب والشهيد المهندس إسماعيل أبو شنب الذي نحييه في هذا اليوم، والذي قاد مسيرة هذه الكلية واستطاع أن يعطي لها كثيراً ويقدم الكثير لهذه الكلية. ثم جاء الدكتور يحيى السراج والذي أعطى وقدم وعمل لهذه الكلية الكثير. هي ملحمة من ملاحم العطاء والصمود والثبات، فكان هذا التقدم. لماذا فوج الإرادة؟ نعم، لأن الإرادة في كل شيء. الإرادة أن تمتلك الفكر والرؤية وتضع الهدف، وكما قالوا أنتم تعرفوا ماذا تريدوا وتعرفوا كيف تصلوا إلى ما تريدوا. نعم، نحن هنا في الكلية الجامعية، مجلس الأمناء ورئيس الكلية وإدارتها، نعرف ما نريد ونعرف كيف نصل إلى ما نريد. نحن نريد كلية متميزة، رائدة، متقدمة، قادرة، مبدعة، ونصل إليها بالعمل والعلم والتميز والإبداع وتنمية الإرادة في نفوس أبنائنا وبناتنا. فأنتم اليوم يا أبنائي ويا بناتي تمتلكون الإرادة، تنطلقون من هنا إلى المجتمع، قولوها بأعلى صوت وافخروا بها. نحن خريجو الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وهذا مثار فخر لكم. وهذا مثار فخر لكم أنكم تخرجتم من هنا، من هذه الكلية، على أيدي هؤلاء العلماء الأساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية بالكلية، الذين وصلوا الليل بالنهار من أجلكم، من أجل أن نقدمكم إلى مجتمعنا. استطعتم أن تقدموا هذا النموذج، وأصبحتم تعطوا نموذجاً متميزاً في كيفية النجاح والتميز والإبداع، فكان هذا الفوج، وكان هذا العطاء، وكان هذا العمل. هذا ما جاء من فراغ إلا من عمل دؤوب ومتكامل وثقة، ثقة من مجتمعنا الفلسطيني، ثقة من المجتمعات العربية والإسلامية والدولية على كل مستويات الرسمية والشعبية والبرلمانية. فالتف الجميع حول الفكرة ودعمها. كل ما تشاهدون هنا، هذه الكلية، أرض الكلية، تم التبرع بها من إخوة كرام نحييهم في هذا اليوم. نقول لهم عندما قلنا لكم، عندما جئناكم وهم يشاهدوننا الآن ويسمعونا، ليسوا بيننا لكنهم في قلوبنا، قلنا لهم نحن نريد أن ننشئ هذه الكلية، فقالوا هذه الأرض. قلنا للمتبرعين الكرام، للمحسنين، للمعطائين، نريد مباني لهذه الكلية، قالوا هذه المباني، أنشئوها، أنتم خير من يمكن أن يأخذ هذه الأموال ليضعها هنا في هذه المباني من أجل أبنائنا. قلنا نريد المختبرات، قالوا أهلاً وسهلاً، أعطونا كل شيء، وثقوا بنا. وهنا في هذا اليوم لابد أن نشكرهم. هناك من لا يريد أن يذكر أو يذكر اسمه، جزاه الله كل خير وهو يسمعنا وهو يرانا، ونقول له جزاك الله خيراً، جزاك الله كل خير. وهناك من يجب أن نذكرهم ونخص منهم الآتي: برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة، البنك الإسلامي للتنمية، أنا أتحدث الآن عن كل المتبرعين الذين تبرعوا للكلية الجامعية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، حملة الفاخورة في دولة قطر، الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية انتربال،
الإغاثة الإسلامية، ونحيي المهندس منيب أبو غزالة مدير الإغاثة الإسلامية في فلسطين، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مؤسسة التعاون، مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، أوكسفام، أوبك فند، جمعية الأقصى الشريف ماليزيا. أنا أريد منكم فقط أن تروا الخارطة. الخارطة يعني كل العالم، وهذا يعني عالمية هذا المشروع وانتصار هذا المشروع وانتصار هذه الكلية. أنا سأكمل. هذه الكلية تخرج من يخرج، وتبني من يبني، وتعطي من يعطي. وأنا أقول شعارنا اليوم: العمل يتكلم، الإنجاز يتكلم، النجاح يتكلم. وهذا مثار فخر لكل أبناء شعبنا الفلسطيني. فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على هذا الإنجاز. وهذا الإنجاز هو خطوة صغيرة في طريق طويل لهذه الكلية الرائدة المتميزة، طريق يرتقي بكل التعليم المهني والتقني، ليس في قطاع غزة بل في كل فلسطين وفي كل مكان يمكن أن نصل إليه. نواصل. هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية، لجنة مناصرة فلسطين فرنسا، الهلال الأحمر القطري، جمعية الأقصى بلجيكا، مجموعة الاتصالات الفلسطينية، اللجنة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم الأيسيسكو، العون التعليمي الفلسطيني بريطانيا، قطر الخيرية، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الكويت، جمعية الرحمة الكويتية، جمعية الأقصى الخيرية بلجيكا، جمعية الأقصى جنوب أفريقيا، هيئة إغاثة جنوب أفريقيا، منظمة المؤتمر الإسلامي، جمعية الإصلاح البحرين، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، الوكالة اليابانية للتنمية جايكا، مؤسسة تيكا التركية. وعندما نقول تركيا يجب أن نوجه التحية، كل التحية، لرجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي. ولتركيا مؤسسات وشعب وحكومة ورئاسة على ما قدموا ويقدموا لهذه الكلية ولمجتمعنا الفلسطيني في غزة والضفة والقدس والداخل. هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية IHH، أو كما يقولوها بالتركي إيها، دينيس فناري، ياردا ميلي يد المساعدة، الأيدي المسلمة مسلم هانز، مسلم إيد، اتحاد الأطباء العرب. هذه الثقة التي تحظى بها الكلية ما جاءت إلا من عمل جماعي ما بين هيئات الكلية المختلفة. وهنا نوجه تحية خاصة لهيئة المشرفين، ونخص بالذكر الأمين العام لهيئة المشرفين الأخ الدكتور خير الأغا، له التحية. على ما قدم وأعطى لهذه الكلية وللتعليم العالي في فلسطين، ولدوره الكريم في رعاية وخدمة هذا المشروع، ولمجلس الأمناء، كل مجلس الأمناء بدورهم الكريم، ولرئيس الجامعة الإسلامية التي احتضنت هذه الكلية. وهنا نحيي من كان له السبق وبذر البذرة الأولى، وهو الأستاذ الدكتور محمد عيد شبير رئيس الجامعة الإسلامية السابق الذي كان له دور مهم في رعاية هذه الكلية. وجاء من بعده أخ كريم وعزيز، الأخ الدكتور كمالين شعث، والذي اليوم نحن نعلن أن مجلس الأمناء وهيئة المشرفين تجدد الثقة بالدكتور كمالين شعث رئيساً للجامعة الإسلامية للدورة القادمة، لما يقدم ويعطي ويبذل من جهد كبير في دعم مسيرة العلم والعمل والبناء والعطاء.
هذه هي كليتنا، وهذه هي رؤيتنا، وها هم أهلنا معنا. تحية للأهل الكرام الذين يقفون اليوم معنا، تحية للأمهات، للآباء، للإخوة، للأخوات، تحية لهم جميعاً. حيوا الأهل الكرام، حيوهم اليوم وهم يفرحوا معنا هذا الفرح، هذه الآلاف. الآلاف المؤلفة التي تأتي إلى هنا اليوم لتحتفل، لتفرح، أنتم أصحاب الفرح الحقيقي في هذا اليوم. ملحمة الفرح اليوم تكتمل على هذه الكلية وعلى أرض هذه الكلية. نعم، من يرانا اليوم يقول هذا الفرح في غزة، نعم في غزة الصابرة الصامدة المحاصرة الثابتة، نعم نحن نصنع الفرح هنا، نحن نصنع النجاح هنا، نحن نصنع التميز والإبداع هنا، ونقدم بناتي وأبنائي لمجتمعنا الفلسطيني كواكب تسير وعلوم تسير ونجاح يسير، يعطي، يتقدم، يميز، يبدع، لنقول للعالم أجمع أن هذه الأرض لنا. نحن أصحاب مشروع حضاري، نحن أصحاب مشروع تحرر وطني، نحن ماضون حتى نرى بإذن الله تعالى أرضنا الفلسطينية حرة كريمة عزيزة، ونعيش في وطن حر ومستقل، نعيش في دولة مستقلة وعاصمتها القدس بإذن الله تعالى. هذا الوعد بإذن الله تعالى سيتحقق، وهنا هنا عندما نذكر حقنا نذكر أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، ونوجه لهم كل التحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، هؤلاء الأسرى. الذين يخوضون معركة العماء الخاوية، نقول لهم نحن معكم، وهذا الصمود وهذا الصبر وهذا الثبات إنما دعما لكم. والتحية لشهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم ثرى هذا الوطن، ولأسرهم ولأهلهم ولذويهم كل التحية وكل التقدير. لأسرانا، لجرحانا، لمصابينا، نقول لهم هذا هو فوج الإرادة، الإرادة. أنتم تمتلكون اليوم الإرادة. بنينا في هذا الجيل الشخصية القادرة، الشخصية المعطاءة، الشخصية التي يمكن أن تتعامل مع أقصى الظروف. إذن تنتقلون اليوم من هنا إلى المستقبل، وأقول لكم في ختام هذه الكلمة، أمامكم مستقبل بإذن الله تعالى واعد ومشرق، لأنكم تخرجتم من الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية. لا تخافوا المستقبل رغم بطالة، صحيح، ظروف غير معروفة، صحيح، أوضاع صعبة، صحيح، حصار، صحيح، لكن في إرادة، في إرادة يعني في نجاح، في إرادة يعني في تقدم. يجب أن تضعوا بين أعينكم جميعاً هدفاً كبيراً غالياً تصلوا إليه بالإرادة بما تعلمتم هنا. وانظروا إلى معظم من تقدم أو له اسم كبير في مجالات علمية أو اكتشافات مختلفة، وادرسوا قصصهم، تجدوا أنهم بدأوا بدايات متواضعة، لكن الاعتماد على الله سبحانه وتعالى ثم الأخذ بالأسباب، مع ما تم بناءكم هنا ستصلوا إلى ما تريدوا. لكم مني كل التحية. وقبل أن أختم، الأهل الكرام يحيوا أبنائهم هذا الفوج، الفوج الرابع عشر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.